في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، تقيم وزارة الداخلية استعراضاً ميدانياً وجماهيرياً بالمحافظة الجنوبية بمشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة وشرطة الخيالة، انطلاقاً من سوق الرفاع وصولاً إلى مركز شرطة الرفاع الشرقي، وذلك في 28 من ديسمبر لعام 2023 الموافق يوم الخميس في تمام الساعة 3 عصراً، والدعوة عامة، وكل عام وأنتم بخير. Thank you.